Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. Aur aaj ke lesson mein hum padhne ja rahe hain Surat un-Nisa uski ayat number 12. Aur sabak shuru karne se pehle agar aapne abhi tak is channel ko subscribe nahi kiya hai to subscribe kar lijiye aur saath wale bell icon par click kar dijiye taki aane wali tamam is tarah ki nayi videos ka notification aapko mil sake. Lesson ko start karte hain bila takhir. Aap mere piche word by word repeat karte jaiye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع ولهن الربع مما تركتم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد
لم يكن لكم ولد. لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد توصون بها أو دين وصية توصون بها أو دين يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل أبي امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس واحد منهما السدس أكثر من ذلك فهم شركاء
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار غير مضار وصية من الله والله عليم حليم والله عليم حليم صدق الله العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز فیملی اور ریلیٹیوز میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اچھے انداز میں قرآن پاک کو سیکھ سکیں. اگر کچھ سمجھ نہیں آیا کوئسچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی اور آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے کوئسچن کا آپ کو پراپرلی آنسر دیا جائے گا. اور حاضر ہوتے ہیں کل کی دوسری کلاس میں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.